قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد وردت بعض الروايات في غير صحيح مسلم كما في سنن أبي داود وفي غيرها من كتب السنن في بيان حال هؤلاء الغرباء وبوصفهم، ولكن يبقى أنهم قاموا بالدين الحق كما قام به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكما وجدوا كما وجد الصحابة الغربة أو عاشوا الغربة، فإن هؤلاء أيضا يعيشون غربة، ولكن أولئك عاشوا غربة إذا كانوا في بلد الكفر قبل فتحها، ولكن للأسف الشديد هؤلاء يعيشون غربة في وسط المسلمين أو بعض من ينتسب إلى الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الدين ده يا جماعة في البداية كان غريب على الناس، لأن الكفار بيطوفوا بالكعبة عرايا والمسلمون بيطوفوا وهم يرتدون الثياب. الكفار بيعبدوا الأصنام والمسلمون يعبدون الله تعالى. كفار بيأكلوا الربا، مسلمون ما بيأكلوا الربا. كفار بيدفنوا بناتهم، مسلمون ما بيدفنوا بناتهم، بيربون على الدين. فالإسلام في البداية غريب، بدأ غريبا، وكون الزول يعيش غريب بيتألم، لكن يبقى أنه من الفائزين إن كان من أهل الحق كحال هؤلاء الصحابة. والليلة الزول اللي بيطبق الدين غريب ابتداء من العقيدة، إذا مشيت الليلة في وسط المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام كثير منهم، قلت للناس نادوا الله ما تنادوا الشيوخ، انت بشوفوه غريب يقول لك الناس دي كلها غلط وانتوا صح. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ودي رد، دي فيها رد على الناس اللي بيقولوا الآيات دي نزلت في المشركين، وقال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالزول يا جماعة إذا قال للناس قطعوا الحجبات، ما تنادوا الشيوخ، ما تمشوا للدجالين اللي بيدعوا علم الغيب، ما بزول بيدي الجنة، ما في شيخ بيدي له جنة ولا في ولي بيدي له زول جنة، وإنما هذه الأمور الواجب على العبد أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله وأن يتوكل عليه وأن يصرف له العبادة وحده لا شريك له. أنت بتكون غريب في وسط الناس وبتبتلى، وبتلى بمصائب، ولو جيت تبلغ الدعوة بتلقى صد وتلقى إعراض. عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بعد قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. زول الدار الحق وبيسمع بأذانه وبيسمع بقلبه. شكل أهل النار قالوا: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك يا جماعة في نهاية المطاف الزول الآن بيعيش في غربة، بل مرات تجد الغربة حتى في وسط من ينتسب إلى الحق، تجد قاعده بالراحة تقول لي يا أخي الحق كذا والسنة كذا والبدعة كذا، فلان وقع في بدعة خالف إجماع أهل السنة وده حكمه إنه مبتدع وده كذا، يلف ويدور هو ذاته.
وانت زادك تلقى نفسك في وسطه زي الزول الغريب. عشان كده يا جماعة في الحياة دي الزول الله يرتبط بالله سبحانه وتعالى وينتسب إلى المنهج القويم ويتبع ما كان عليه الصحابة: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويصبر على أذى الناس وعارف أنه الدعوة دي فيها ابتلاء. يا أخي أنا ذاته والله محل ما نمش بيجيبوا لنا حاجاتنا إلا بنسمع عندهم ذاته. هسي ده الزول ده واحد من أخواننا ده يلقى بشوية قال وراك نيد خفية. توحيد ده طوالي دي فتنة، القصد منها فتنة، وراك نيد خفية ومدعومين. الناس دي تشوف هذه جابها من وين؟ والكلام ده بدري برضو. عقيدتكم يهودية وراكم الناس جبت لكم حاجات غريبة كذا كذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا شنو؟ اختلاق، يعني شيء جديد. دي قالوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا علمه بشر يهودي يعني، وزي السيب يقول لك عقيدتك يهودية، انت ضد اليهود وضد النصارى وضد الكفار وضد المشركين وانت على الحق، وتستدل بالآيات والأحاديث والصحابة قالوا وفلان ومن التابعين فلان قال كذا وكذا وكذا، نفس الاتهامات. وصدق الله أتواصوا به، الله جاب كلام القدام والجداد، قال أتواصوا به النازل بيوصي يوصي بعضهم بعضا بهذه الشبه وهذه الكلمات وهذه عشان كده يا جماعة الزول والله يشيك دربه ويصبر ويتحمل. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام دل الكفار قدامنا القمر الشقة، تاني ورونا أكثر من كده، اقتربت الساعة وانشق شنو القمر، بعد ده قالوا ده سحر، ده كيف ذاته. لذلك الناس دي والله شفتها لو شافوا جهنم أهل الباطل ديل أقرأ القرآن بتلقى كلامي ده، لو شافوا جهنم وخشوه التشتشوا جوا وعرفوا انهم كانوا غلطانين تاني جو راجعين تاني بيرجع. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الله قال كذا، ذول بعد دخلوا جهنم جوا وعرف الحق من الباطل وعرف انه كان عليه باطل وكذا وكذا وكذا، وما في ذول بيخش النار الا قبل ما يخشها بيكون متيقن انه الله ما ظلمه. يفتى يوم القيامة ده أي زول يخش بيكون متيقن مرتاح جوا من الناحية دي، ما بزول أصل القرآن ده كله أقراه، ما بتلقى اعتراض على حكم الله يوم القيامة، كلهم بيقولوا رجعونا سووا بيعترفوا براون. وبعد ده لو رجعوه الله قال لأنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى، قالوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك يا جماعة الناس والله أنا كلامي ده قلت الزول يستفيد منه والله ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى يشكر الله على نعمة الحق، والله أشكر الله شكر كثير إنك إنت على حق والحمد لله ما دام على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، دي نعمة عظيمة. وابن تيمية رحمه الله قال دي أكبر نعمة، نعمة الدين والاستقامة. والشيخ محمد أمان الجامي قال لا يقال من أعظم النعم وإنما يقال أعظم النعم، ما يقولوا من أعظم لأنه في أحداث قدرة من أعظم، لكن يقال أعظم النعم هذه النعمة، نعمة الدين والاستقامة على الإسلام الحق. اثنين يا جماعة الزول يدعو الله بالثبات، والله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تدعو الله تعالى يثبتك لأن القلوب دي بتتقلب. يا غسي في ناس كتار في البداية يقفوا معاك بيصلوا حد معين طوالي بيرجعوا، ولاحظ السيرة ولاحظ في الواقع زول كي تبدل العكة تلقاه في البداية واقف وشرس بعد شوية طوالي شنو يرجع، وده ابتلاء من الله. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، خالفهم ده من الخارج وخذلهم من الداخل حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فبتبتلى ناس كتار بيبدو كذي مسخرين بعد شوية يقول لك يا أخ لكن صعبتها مرة واحدة
شديد الشغلة دي كذي مرة واحد. انت هذول تثبت على الحق وتكون على اليقين الى ان يدركك الموت، تسأل الله الثبات. والله الآن القلوب دي بيد الله. الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا هذه حرف امتناع لوجود، يعني كان ما في الوجود ده اللي هو الله ثبتك لزال الامتناع. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الزول يا جماعة يدعو الله بالثبات، القلوب دي بيد الله، والقلوب ده ممكن يتغير في لحظة، ممكن تنوم تصحى انت خلاص قالب، من تصحى من الصباح تشك في الكت فيه وكذا وتدعب وناي. عشان كده الله قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن الزول المؤمن والصادق الله بثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الزول يدعو الله بالثبات، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا جماعة والأخيرة، الزول يصبر على المجتمع ده. نحن ده نصلح نصبر عليهم وهم ما يجرونا، نحن نجرهم للحق. انت الزول الداري غرق ده وانت عوام وداري غرق وانت دخلت للبحر، انت نيتك سمحة دخلت للبحر عشان تمرقه، وهو أقوى منك مع الخوف ده، هو أقوى منك، انت ما تستسلم له، انت ماشي تمرقه، انت ما تقعد تسمعه، تجره تصبر عليه وتمشي بيجاه وتجيبه ورا وكذا وكذا لحد ما هو يمرق. والله ينجيك من أحيا كأنما أحيا الناس وكأنما أحيا الناس جميعا. فالزول يا جماعة يصبر على المجتمع وما يعني ما هو ما يتحرف معهم، إذا أثر بهم يبقى حاله زي حالهم، بل هو يؤثر في المجتمع بأنه يصلح وكذا وكذا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأسأل الله يتقبل الدعاء الدعاوى أخونا ما التوم ده في الصلاة القنود على أهل الباطل له. والله لو أي زول بيعمل كذا يا جماعة شغلتنا دي في البلد دي بتمشي، لو أي زول مجرم الناس بتدعو عليه والله شغلتنا دي تمشي، لأنه الحل عند الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه، وبرضه أورد الإمام النووي في كتاب الأذكار، نازل الرسول عليه الصلاة والسلام قبيلتين في رواية ثلاثة، ظاهر إنهم تلاكنهم قبيلتين رعيل وذكوان، رسل لهم 70 من القراء من الصحابة يعلمون الدين أظهروا الخير، فغدرون وقتلون في بعض الروايات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقنت عليهم شهرا كاملا كما قال أنس رضي الله عنه: اللهم عليك بعصية فإنها عصت ربا، في رواية: اللهم العن رعلا وذكوان. الزول يا جماعة يدعو على الباطل ده، الله قادر عليهم يا أخي، الله يبتليهم الناس يتوجعوا في اللحاف كذي يفتقوا في المخدة يتذكروا الحق ده يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله يبتليهم، شفتها بخمسة أمراض، والله أسأل الله ذلك، شفتها اديهم بواسير، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، شفتها بواسير وسرطان بتاع بروستات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ويعمي أبصار ويشيل أركان ويجمد الدم في أوصال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا.